والآن هل كل شيء على ما يرام سيد جلال؟ نعم يا ثابت، استوفيت كل الشروط الآن. ثابت منصور، يمكن أن تعد نفسك منذ اللحظة لاعبا رسميا في نادي شباب العاصمة. أخيرا أصبحت معنا. ثمانية، تسعة، عشرة، احدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، اربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر، عشرون، واحد وعشرون، اثنان وعشرون، ثلاثة وعشرون، اربعة وعشرون، خمسة وعشرون، ستة وعشرون، سبعة وعشرون، ثمانية وعشرون، تسعة وعشرون، ثلاثون. عددتها جميعا دون ان التقط انفاسي. صباح الخير يا نزيل. اهلا اسامة، مبكرا كعادتك. صباح الخير يا اسامة. اهلا عاطف. على غير العادة تأخرت اليوم 3 دقائق. ماذا؟ وصل احدهم قبلك هذا الصباح للمرة الاولى. ها؟ وصل قبلي؟ ها؟ عنابة تأخرتي. حاضر. قطعت كل تلك المسافة من البرازيل فقط لتلعب كرة القدم؟ ولأمور أخرى، لذلك علي أن ألقى منك معاملة خاصة، فأنا جائع دائما. هوب. لم أعتد التقصير في أداء عملك، الأهم من ذلك أن يعجبك الطعام. طعام لذيذ. لم أرى في حياتي لاعبا يتناول كل هذا الطعام قبل خروجه إلى التدريب. ألا تعتقد أنك لن تستطيع التحرك بعد هذه الوجبة؟ لا أستطيع الحركة إلا إذا أكلت. انهضي وأتني بالمزيد. يريد المزيد من الطعام؟ سأحضر لك إفطارك حالا. شكرا لك. يبدو أنك لم تعد أول من يصل إلى النادي في الصباح. دقيقة واحدة ويكون طعامك جاهزا. إنه يأكل كالحصان. أغلب اللاعبين الجدد يصابون بالتوتر في الأيام الأولى لوجودهم في النادي، ثم يفقدون شهيتهم بعد ذلك. مرحبا. أهلا. لا تقل إنك لا تعرفني. السيد جلال قدمني إلى الجميع البارحة ثم وقع أوراق انتسابي إلى النادي. وقد خصص لي مكانا جيدا لأنام فيه. لما لا تأتي إلى جانبي؟ لاعب متكبر. لماذا يبدأ تدريب باكرا؟ السيد أسامة سبق الجميع إلى هنا كالعادة. ليس في هذه المرة. عنابة، هل إفطارنا جاهز؟ طبعا، دقيقة واحدة. إنه ثابت. وصل جمال. يأكل كالجراد واليوم لم يبدأ بعد. جاء من البرازيل هربا من المجاعة. سمعت أن الأشخاص المتوترين يأكلون بشراهة غير معقولة. إنه جديد ولابد أن يكون متوترا. أنا اكتفيت. إنه واحد من أولئك الجادين مثل أسامة، صانع ألعاب فريقنا العتيق. يا رجل، إنه في 16 من عمره فقط. أراهن أنه لم يستطع النوم من التوتر. آمل أن لا يكون قد بلل سريره من التوتر والانفعال. ربما كان يبكي شوقا لأمه في البرازيل. أضمن له البقاء بخير إذا تصرف كمبتدئ. ها؟ يا هذا أنت؟ صباح الخير.
شكرا شكرا جزيلا لكم يا شباب، أقدر عاليا استقبالكم الحار. ولكن يا صديقي المتعنق، هل غسلت شعرك اليوم؟ ماذا؟ رائحته سيئة. سأحطمك إذا سخرت مني ثانية. صباح الخير يا شباب. رائد صباح الخير، كيف حالك؟ ما الذي يجري؟ جمال ما الذي فعلته؟ اهدأ اهدأ يا رائد، لم يحدث شيء. هيا تعال معي. لن أسمح لهذا المغرور أن يعتدي عليك أبدا. لم يعتدي علي أحد. غرفتك جميلة جدا، هل شاركت في ترتيبها؟ أنا المسؤول الآن عن نفسي وعن نظافة غرفتي. إذا واجهت أي صعوبات في النادي لا تتردد في إبلاغي عنها فورا. رائد شكرا على ما قدمته لي، وأعدك أن ثابت سيرفع رأسك عاليا. حاول أن تصلح علاقتك مع جمال واللاعبين. ربما لا أستطيع. لماذا؟ أشعر أنني بصراحة خجول قليلا. محال، أنت خجول كفى عن المزاح. لن تستمر، اضحك ما تشاء. ليأتي الجميع. كما تعلمون إن الموسم الكروي للفئة الثانية سيبدأ غدا، واستعدادا لمباراة الغد سنلعب اليوم مباراة تحضيرية بين فريقي ألف وباء. أريد أن أرى مباراة حقيقية. حاضر. وفي الوقت نفسه لا أريد إصابات. حاضر. سأقرر بعد ذلك من الذي يستحق أن يشترك في مباراة الغد. لا بأس ببعض الهزل قبل الجد. طبعا أنت غير مهتم لأن اسمك سيتصدر القائمة. من المؤسف التفكير أن نصف اللاعبين لن يكون لهم دور في مباراة الغد. وليد وليد، هل سمعت؟ ما بك تلهث هكذا؟ ماذا حدث؟ ذلك اللاعب الجديد القادم من البرازيل لقد عين ضمن الفريق ألف. ماذا؟ هو أفضل مني. وما الغريب؟ إذا لم تثبت جدارتك الآن فلن تكون لك فرصة في لعب مباراة الغد. وليد افعل ما بوسعك ولا تدع ذلك الفتى يأخذ مكانك. إنها فرصتك كي تريهم ما لديك، وكل ثقة أن السيد جلال لن يتردد في اختيارك. حسنا لنتعاون حتى تكون البداية موفقة. مباريات الدوري تبدأ غدا؟ لا أستطيع أن أصدق أن خلود لا تعرف موعد بدء الموسم الكروي لهذا العام. ولماذا عليها أن تعرف؟ شقيقها يلعب لنادي شباب العاصمة. نسيت أن أخبركم أن أخي يلعب لنفس النادي، أتصدقون؟ سمعت أنهم ضموا لاعبا برازيليا. معقول لاعب برازيلي من نادي شباب العاصمة؟ أتعلمنا ما معنى هذا الكلام؟ سيأخذ مكان أخيها. شقيقها لعب في البرازيل أيضا. 6 أشهر فقط. أهو أفضل من رائد بكثير؟ من أين لي أن أعرف؟ ألم يحدثك رائد عن ذلك مطلقا؟ طبعا حدثني، قال لي إن قدمه اليسرى تطلق كرات بقوة قذائف المدفع. إذا عليك أن تقولي لأخيك أن يتجنب الوقوف أمام قذائف المدفع. نعم افعلي ذلك قبل أن يصاب أخوك بكرة تودي بحياته. رائد أهو لاعب هش لهذه الدرجة حقا؟ خلود إلى أين تذهبين؟ ألن تأتي معنا؟ لا سأدعكن تطلقن تعليقاتكن اللطيفة وأذهب وحدي لشراء حلوى، كنت أنوي دعوتكن لتناولها معي. حلوى؟ لم نقصد، صدقينا. انتظرينا. أرجوك يا وليد،
برا يا وليد، الآن يا وليد، الآن مررها يا وليد، هيا خذ أحسن راية. أسامة هيا يا صانع الألعاب الماهر، أعيدك أن أسجل الهدف الأول، ثق بي لا تتردد. تمريرة ذكية وجميلة، كان عليه أن يمررها لي أنا. تمال ارفعها إلى هنا، ارفعها بسرعة، هيا. ألا ترون معي أن النتائج أفضل مما كنا نتوقع بكثير؟ مؤكد، كل واحد منهم يريد أن يقدم أفضل ما لديه ليضمن مشاركته في المباراة الافتتاحية. ماذا أفعل؟ هل أمررها الجلالة للرائد؟ ربما أستطيع أن أقتل بأكثر. ما الذي تفعله أيها الأحمق؟ ثابت أخذ خطأك، مررها. لا أحد يمرر لي، سأحتفظ بالكرة ولن أمررها لأحد. اخطأوا عليه الطريق، أوقفوه. لن أدعه يقدم استعراضات لي على حسابنا. من الأفضل لك الابتعاد عن طريقي، هيا ابتعد. ثابت، ما الهدف من اختطاف الكرة من بين أقدام أحد لاعبينا؟ أسامة صانع ألعاب فريقنا وهو الذي يتحمل عبء التمرير. أعرف دور صانع الألعاب، ولكن السيد أسامة لم يكن عادلا أبدا. أخبل فمك أيها الجبان، إذا جئت لتعرض علينا مهارتك فأنت لا تنفعنا، نحن نلعب كرة القدم. أعرف ما الذي تريد قوله أيها العصري، تريد أن تفهمني أن الجميع للفرد والفرد للجميع. حتى الأولاد في روضة الأطفال يحفظون هذا القول عن ظهر قلب، أليس هذا ما أردت قوله أيها السيد العصري؟ أود أن أختلع لسانك. أنتم ما الذي تفعلونه هناك؟ هيا عودوا إلى التمرين فورا. سنلتقي ثانية وسنرى. أعرف أنهم يضطهدونك، وكما قلت هذه لعبة جماعية وعليك أن تنسجم مع اللاعبين. أسامة صانع الألعاب يمول المهاجمين بالكرات المناسبة حسب ما تقتضيه الحاجة. أعرف ذلك، ولكن إذا كان لا يمررها لي فمن غير المفيد أن أكون مهاجما. ثابت، يبدو أن ثابت منصور يحاول التأثير علينا بإظهار نفسه. ألم تنتبه لما حدث؟ ها؟ لقد تردد أسامة قبل تمرير الكرة ثانية واحدة فقط، مع أننا لم نشعر بهذه الثانية إلا أنها مرت على ثابت بطيئة جدا. ماذا؟ لم أفهم شيئا. ما هذا الاستهتار؟ لا تلعب في مكان واحد. يفضلون الحزم. ما زال ارتداد الدفاع بطيئا. اغلقوا كل الثغرات المؤدية الى المرمى. مع ان الفريق الف يضم خيرة اللاعبين الا ان دفاعه ضعيفا، لكن وضع الهجوم جيد، يجب ان يعود الاندفاع الى ثابت. ما زالت الفرصة سانحة ولم اضيعها. ها
إلى الخلف. دعوني، دفعوا علي الطريق. أسامة إلى اليمين، مررها. جمال مراقب جيدا، سأحاول التقدم أكثر. أسامة، أسامة، أرسلها عالية، أستطيع الوصول إليها. هيا. رائع. ما هذه السرعة الخارقة؟ إنها الفرصة المناسبة. إلى أين يذهب؟ ما هذا؟ تمريرة تشبه سلحفاة بطيئة. إنها لي، حصلت عليها. هذا ما تعتقده يا هشام؟ قدمي تحطمت. سريع جدا. ما بكم؟ لا تقلقوا علي، انا بخير. لكنه غبي. هل هذه تمريرات صانع العابكم الموقر؟ ها، اهدأ يا ثابت. انت ألم تتعلم بعد كيف تمرر؟ هل تدعو تسديدة الأطفال هذه بالتمريرة؟ أيها الغبي، كيف تجرؤ على معاتبة أسامة على خطأ ارتكبته أنت؟ أسامة هذا لا يصلح أن يكون صانع ألعاب لفريق في المدرسة الابتدائية. سأحطم وجهك. كفوا عن المشاجرة كأطفال. غدا يوم الافتتاح، ولن أسمح بهذه الفوضى أبدا، مفهوم؟ حاضر. لا شك أننا سنخسر إذا لعبتم هكذا في مباراة الغد. أنتم لا تريدون بالطبع أن نبدأ موسم الدوري بخسارة تؤثر في معنويات الفريق. انصرفوا الآن، فقد رأيت ما فيه الكفاية وما يجعلني قادرا على تحديد أسماء اللاعبين الذين يستحقون أن يلعبوا ضمن التشكيلة الرئيسية للفريق في المباراة الافتتاحية. انصراف. كان يوما قاسيا. ناموا جيدا. لا شيء أجمل من حمام بعد يوم قاس، ومع ذلك فقد سارت الأمور بشكل جيد، وليس لدي أدنى شك أن اسمي سيزين قائمة المدرب غدا صباحا. لا بأس أن نشاهد الطريقة التي تمشي بها النعامة البرازيلية. أنا آسف لأنني لا أستطيع أن أواكب شعورك الراقي سيد جمال، كما أنني لا أستطيع أن أكون سيدا عمريا. أود إخبارك بشيء، بعض النصائح التي يحتاج إليها المبتدئون أمثالك. طول لسانك لن يفيدك، وإن كان لديك طموح للوصول إلى الفريق الأول فمن الأفضل أن تعود أدراجك. سيد عصري متعجرف، طريقة لعبي تعجب المدربين. أهلا ثابت، كنت أنتظرك. أهلا، ما الأمر يا رائد؟ بطاقتان لحضور مباراة بين نادي محافظة الجبل ورجال العاصمة. جميل، ماذا تنتظر؟ موافق طبعا، دعنا نذهب فورا. هيا. ألن ترتدي ملابسك؟ بسرعة، ستكون ليلة رائعة. تمهل قليلا، ما زال لدينا الكثير من الوقت، تصبح مهووسا عندما يتعلق الأمر بكرة القدم. لماذا اختلفت التمريرة بالنسبة لثابت؟ ماذا تقول سيد جلال؟ تضع ثابت في التشكيلة الرئيسية؟ لا داعي لإشراك لاعب في 16 من عمره دخل لتوه في الفريق، بالإضافة إلى أنه لم ينسجم مع زملائه بعد. هذا هو السبب. الفريق كله مؤلف من لاعبين محليين، وبما أنهم يلعبون معا منذ الصغر فقد حفظوا بعضهم جيدا، وغالبا ما يحاولون حماية بعضهم بعدم الاحتكاك في الكرات المشتركة الصعبة، ناسين الهدف الحقيقي للمباراة. صحيح، وغالبا ما يلعبون المباراة وكأنها امتداد لمباراة اشتركوا بها في المدرسة. ولكن هذا ليس عيبا. أريد لاعبا مختلفا عنهم ينسيهم في أثناء المباراة العلاقة التي كانت تجمعهم. ثابت هو اللاعب المقصود؟ اختياره لمباراة الغد لا يعني تفوقه، ولكن إذا وضعناه في التشكيلة فإن اندفاعه سيوقظ اللاعبين فيعتقدون أننا اخترناه لهذا السبب. ولكنك رأيت مباراة اليوم عندما أخفق في الاستفادة من تمريرة أسامة المحكمة. كيف تريدنا أن نشركه في واحدة من أهم مباريات الدوري وقد ترك الفرصة تتسرب كالرمل من بين أصابعه؟ نحتاج إلى وقت أطول لتقييمه، فلندع الأمور تسير ببطء أكبر. Thank you.
هذه هي المرة الأولى التي أشاهد فيها الفريق الأول. هل رأيت الفارق في المستوى بيننا وبينهم؟ هل سأنتظر طويلا حتى أصبح في الفريق الأول؟ ليتحقق هذا عليك أن تلعب أولا في الفئة الثانية حتى تثبت جدارتك. أعدك ألا أبقى في الفئة الثانية أكثر من موسم واحد يا رائد. لنرى. المدافع إياد. حاضر. المدافع خلدون. حاضر. والآن خط الوسط حامد. حاضر. في خط الوسط أيضا مراد. حاضر. في خط الوسط أيضا رشاد. حاضر. وبالطبع اللاعب أسامة صانع ألعاب الفريق. حاضر. وفي خط الهجوم سيلعب رائد حسان في الجناح الأيمن. أنا في الهجوم. أحسنت يا صديقي، أتمنى لك التوفيق. لابد أن اسمك التالي. رائد. ماذا؟ غير موجود؟ لا أنا هنا. حاضر. قلب هجوم الفريق سيكون اللاعب جمال سرحان. حاضر. الجناح الأيسر المهاجم اللاعب وليد أسعد. أنا معقول؟ تهانينا يا وليد. هيا قدم نفسك. حاضر. تلك كانت الأسماء التي ستلعب مباراة الغد. أتمنى لكم التوفيق. رائد قل لي، ألا تعتقد أنه نسي شيئا؟ أيها المدرب، أعتقد أنك نسيت ذكر اسمي. ستبقى احتياطيا في الوقت الحاضر، أريدك أن تدرس المباراة وتراقب كيف يلعب الفريق. افعل ذلك وسننظر بأمرك فيما بعد. انتظر قليلا أيها المدرب، أرجوك اسمعني سيد جلال. لم أكن أتوقع هذه البداية المؤسفة. سيد جلال.